بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات المستوى الأول قسم التحاليل الطبية بجامعة الإسراء، أهلا وسهلا فيكم. راح نستكمل مع بعض مادة البيولوجي. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشرح عن شابتر 8 الفصل الثامن عن عمليات الأيض اللي بتحدث داخل جسم الإنسان، An Introduction to Metabolism، عمليات الأيض اللي بتحدث داخل جسم الإنسان. The living cell is a maintenance chemical factory where thousands of reactions occur. الخلية الحية عبارة عن مصنع كيميائي مصغر تحدث فيه آلاف التفاعلات الكيميائية. The cell extracts energy and applies energy to perform work. الخلية بتستخرج طاقة، بتطلع طاقة أو بتنتج طاقة، وبتستخدم الطاقة لأداء عمل ما علشان تنجز العمل. يا إما هي بتستهلك طاقة، تحتاج إلى طاقة، أو نتيجة التفاعل اللي بيحدث هذا حتطلع طاقة. Some organisms even convert energy to light. بعض الكائنات الحية بتحول الطاقة إلى ضوء. As in bioluminescence. مثل بعض الكائنات الحية اللي بنسميها التلألؤ الحيوي. المفهوم الأول concept 8.1 An organism's metabolism transforms matter and energy subject to the laws of thermodynamics. الكائنات الحية اللي بتكون موجودة عندنا بتحول الطاقة أو بتحول المادة والطاقة مثل قانون الديناميكا الحرارية. إحنا بنعرف إنه الطاقة في الفيزياء لا تفنى ولا تستحدث من عدم، إنه الطاقة بتتحول من شكل إلى آخر. Laws of thermodynamics قوانين الطاقة، الديناميكا الحرارية حنشوف هلأ إيش يعني قوانين الطاقة وإيش الديناميكا الحرارية اللي هي عنا، إنه الطاقة تتحول من شكل إلى آخر. الميتابوليزم is the totality of an organism's chemical reactions. Metabolism is an emergent property of life that arises from interactions between molecules within the cell. عمليات الأيض هي مجموع التفاعلات الكيميائية لكائن حي ما. الميتابوليزم هي مجموع is the totality of an organism's chemical reactions. هي مجموع التفاعلات الكيميائية للكائن الحي. الأيض خاصية ناشئة من الحياة تنشأ من التفاعلات المنظمة بين الجزيئات. في عندي أنا جزيئات اللي هي الماكرومولوكيول اللي كنا بنتكلم فيها أو كيف إنها بتنشأ. هذه الماكرومولوكيول يا إما بتتكون أو مولوكيولز صغيرة بتتكون وبتعطيني ماكرومولوكيول بنسميها بهاي الحالة الأنابوليك، أو إنه هذه الماكرومولوكيول بتتكسر فهي إيش تفاعل كيميائي، تفاعل على طول بين هذه الجزيئات اللي بتكون موجودة. يا بنكون مركبات كبيرة يا بنكسر المركبات الكبيرة وبتصير مركبات صغيرة. The organization of the chemistry of life into metabolic pathway. تنتظم كيمياء الحياة في المسارات الأيضية. هنشوف كيف تنتظم الكيمياء الحياة في المسارات الأيضية. أول إشي عندي الـ metabolic pathway begins with a specific molecule and ends with a product. أول إشي بيبدأ عمليات الأيض بجزء خاص وبتنتهي بناتج. Each step is catalyzed by a specific enzyme. كل خطوة بتتم في إنزيم خاص لإلها. قلنا إنه من خصائص الإنزيمات إنه الإنزيم متخصص في العمل. كل إنزيم متخصص له عمل معين. مثلاً الإنزيمات اللي بدها تكسر السكريات خلص هذا خاص للسكريات. الإنزيمات اللي بدها تكسر للدهون هو خاص للدهون. وإنه من ميزة الإنزيم إنه ما بيدخل في التفاعل، فقط بيكون خارج التفاعل. عندي أنا أول إشي بهذه الرسمة A starting molecule، بدأنا في الجزء A
صار عندي تفاعل رياكشن واحد وإنزيم واحد استخدمنا، تحول هذا الموليكيول من A إلى B، أعطاني بدأ في موليكيول الـ A أعطاني موليكيول B، صار في عندي تفاعل تاني أعطاني رياكشن اثنين وإنزيم اثنين أعطاني ناتج C، أعطاني إنزيم ثالث ورياكشن ثلاثة أعطاني برودكت. إذن هو الميتابوليك هاي باثوي بتبدأ بمولكيول وبتنتهي بآخر. تعال إحنا نشبهها بإشي، مثلا قلنا عنا الكربوهيدرات عبارة عن إيش الكربوهيدرات أو إيش البيلدينج يونت لإلها؟ مركب الجلوكوز. لو فرضنا إنه أنا عندي مركب جلوكوز واحد أحادي مونوساكرايد هو المركب A، صار عندي إنزيم بده يربطه، هذا الإنزيم بواسطة العملية الديهايدريشن نزع جزء الماء، قلنا حنحتاج إلى برودكت إلى إنزيم، إنزيمات بتدخل بهاي التفاعل علشان تركب المركبات مع بعضها أو الجزيئات مع بعضها. فعندي أنا مركب جلوكوز واحد هعتبره A، بدي أنا أربطه مع جلوكوز اثنين، فحسمي الجلوكوز واحد اللي هو بيكون موجود في A مونوساكرايد، جبنا كمان مونوساكرايد تاني وتفاعل معه بواسطة الإنزيم الأول، حيعطيني اللي هو البرودكت B، حيعطيني داي ساكرايد. صار عندي أنا مركبين من الجلوكوز سكر ثنائي، نزعنا جزء الماء عن طريق مجموعة الهيدروكسيل والهيدروجين اللي بتكون موجودة، مجموعة الـ OH في المركب الأول ومجموعة الهيدروجين في المركب الثاني في الجلوكوز الثاني، نزعنا جزء الماء أعطاني داي ساكرايد. طيب بدي أجيب أنا كمان مركب جلوكوز وأنزع جزء ماء أربطهم مع بعض، هستخدم إنزيم 2، هستخدم حيصير التفاعل تفاعل رياكشن 2، هيتحول من B اللي هي الداي ساكرايد لتراي ساكرايد سكر ثلاثي بنسميه ترايوز. حيصير في عندي أنا نزعنا عملية الديهايدريشن جزء الماء من OH الأول مع أو الثاني المركب الجلوكوز الثاني مع الهيدروجينة اللي في الجزء الثالث، فراح يصير عندي إيش؟ ترايوز. طيب الترايوز بدنا نعمل كمان نجيب له كمان جلوكوز، بدنا نخليه تترا رباعي، حنروح نجيب إنزيم ثالث، حيجي إنزيم ثالث بنسمي تفاعل ثلاثة علشان أحصل على مركب الجلوكوز الرباعي. وبهاي العملية أو هاي السلسلة مثال أخذنا مثال عليها اللي هي الجلوكوز الأحادي السكريات كيف تكون وعطاني برودكت لغاية لما أوصل مثلا للبولي ساكرايد عديد السكريات وهكذا. فهي كل تفاعل في الميتابوليك اللي أنا بدي أسويها هعمل فيها إنزيم معين، حيكون في عندي إنزيم خاص لإلها. الميتابوليزم في إلها عمليتين تنتين اللي هي بنسميهم الكتابوليزم والأنابوليزم. عملية الكتابوليك باثوي يعني تكسير المواد، ريليز إنرجي حيعطيني طاقة، مثال عليها السيليولر ريسبيريشن عملية تنفس الخلوي، إيش حتعطيني؟ حتعطيني طاقة، بينتج من عملية التنفس الخلوي طاقة. أما العملية الثانية الأنابوليك اللي هي كونسيوم إنرجي عكس الكتابوليك. الكتابوليك بيكون عندي مركبات كبيرة بنكسر هاي المركبات علشان نحصل على طاقة release energy. الأنابوليك إيش رح يصير عكسها؟ حنستهلك طاقة، عملية البناء تستهلك طاقة لبناء جزيئات معقدة من تلك الأبسط، يكون في عندي مركبات بسيطة فإيش حيعطيني مركبات أكبر زي اللي هي الماكروموليكيول، مثل ما بدي أصنع من الكربوهيدرات الجلوكوز بدي أصنع وأعطيه كربوهيدرات، مثل ما بدي أعمل ليبيدز من الليبيد الدهون الفاتي أسيد، مثل ما بدي أعمل النيوكليك أسيد من مين؟ من النيوكليوتيد، فأنا بعمل ببني
بعمل ببني. الكاتابوليك باثويز release energy by breaking down complex molecules into simpler molecule compounds. هي إطلاق طاقة أو تكسير المركبات المعقدة إلى مركبات أبسط منها وبينتج منها طاقة. مثال عليها cellular respiration، التنفس الخلوي، the breakdown of glucose in the presence of oxygen is an example of a pathway catabolism. تكسير الجلوكوز في وجود الأكسجين مثال على الكاتابوليزم اللي هو التنفس الخلوي. الأنابوليك باثوي هي عملية البناء، كونسيوم انرجي تستهلك طاقة، to build complex molecules from simpler ones، بتحول أو بتبني مركبات من مركبات أبسط منها زي ما قلت قبل شوي، مثل ما بدي أعمل كربوهيدرات من الجلوكوز، مثل ما بدي أعمل الليبيدز من الفاتي أسيد، مثل ما بدي أعمل النيوكليوك أسيد من النيوكليوتيد، مثل ما بدي أعمل بروتينات من الأمينو أسيد. The synthesis of protein from amino acids is an example of anabolism. تصنيع البروتينات من الأحماض الأمينية مثال على عملية الأنابوليزم. إذن إيش الفرق بين الأنابوليك والكاتابوليك؟ الأنابوليك consume energy، هتستهلك طاقة لأن هتعمل مركبات صغيرة من وتعطيني مركبات كبيرة. الكاتابوليك مركبات كبيرة هتتكسر وتعطيني مركبات صغيرة حتعطيني طاقة، مثال عليها cellular respiration التنفس الخلوي. البايو انرجيتكس هي علم بيختص بدراسة تحولات الطاقة. is the study of how energy flows through living organisms، علم بيختص بدراسة تحولات الطاقة عن طريق اللي هي الكائنات الحية، من خلال الكائن الحي. يبقى الميتابوليزم هي بتبدأ بمركبات وبتنتهي بمركبات، يا بتكون هذه المركبات كبيرة بتتكسر وبتعطيني مركبات صغيرة، يا بتكون العكس مركبات صغيرة وبتعطيني مركبات كبيرة. إذن الميتابوليك ينقسم إلى قسمين، الكاتابوليك تكسير وبينتج عنه طاقة release energy مثال عليه cellular respiration، أو بناء مركبات كبيرة وبتعطيني وبتستهلك طاقة. forms of energy أشكال الطاقة. energy is the capacity of cause change، الطاقة هي القدرة على القيام بعمل ما، من تعريف الفيزياء عنا إنه إيش هي الطاقة، إني أنا بقدر أعمل عمل معين، أقوم من على الكرسي هذا اسمه طاقة، إني أنا أمشي هذا طاقة بنسميه طاقة حركية. الانرجي exists in various forms some of which can perform work، تتواجد الطاقة بأشكال مختلفة وهي إلها القدرة على إنها تتحول أو تنجز عمل ما، والطاقة بتتحول من شكل إلى آخر. إيش أنواع الطاقة اللي إحنا بدنا نشوفها؟ عندي أنا طاقة بنسميها kinetic energy. kinetic energy يعني الطاقة الحركية. الهيت أو thermal energy يعني الطاقة الحرارية. potential energy الطاقة الكامنة. الكيميكال انرجي الطاقة الكيميائية. يبقى كم شكل من أشكال الطاقة عندي؟ الكاينتيك والهيت والبوتنشال والكيميكال، هنشوف كل واحدة فيهم. الكاينتيك انرجي الطاقة الحركية is energy associated with motion، هي الطاقة المرتبطة بحركة الأجسام، مصاحبة لإيش؟ للحركة، إنه إحنا بنتحرك. الهيت is kinetic energy associated with random movement of atoms or molecules،
هي حركة الطاقة اللي بتكون موجودة، الطاقة الحركية هي حركة الأتومز أو المولوكيولز اللي بتصاحب حركة الجزيئات العشوائية للذرات، هي الطاقة الحركية المرتبطة بالحركة العشوائية للذرات والجزيئات. البوتنشال انرجي اللي هي الطاقة الكامنة is energy that matter possesses because of its location or structure. هي الطاقة الكامنة أو هي الطاقة التي تمتلكها المادة بسبب موقعها أو مكانها أو تركيبها أو بسبب تركيبها، في إلها تركيب معين. الكيميكال انرجي، الطاقة الكيميائية is potential energy available for release in a chemical reaction. هي الطاقة الكامنة للإخراج عن تفاعل كيميائي. Energy can be converted from one from another animation. ممكن إنه الطاقة تتغير أو تتحول من شكل إلى آخر. هنشوف هلأ كيف الطاقة ممكن إنها تتحول من شكل إلى آخر. عندي أنا مثلاً a diver has more potential energy on the platform than in the water. الشخص أو الغواص لما بيكون موجود على سطح الأرض إيش بيكون عنده؟ طاقة كامنة، بيكون عنده طاقة كامنة أكتر من الطاقة اللي بيكون موجودة في الماء. هلأ الغواص هذا في الصورة الثانية، في الرسمة الثانية إيش صار؟ شايفينه في الجو إنه نزل في الماء بده يغوص. الدايفنج كونفيرتس، حول الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية، صار يتحرك أو يسبح في الماء. Climbing up converts the kinetic energy of muscle movement to potential energy. التسلق، هلأ في واحد تحت بده يطلع على الدرج علشان يقفز هذا الغواص. التسلق يحول الطاقة الحركية لحركة العضلات إلى طاقة كامنة. إلى طاقة كامنة، هو قاعد بده يطلع لفوق، فحول الطاقة الحركية اللي بتكون موجودة في العضلات إلى طاقة كامنة. A diver has less potential energy in the water than on the platform. الغواص عنده طاقة أقل، طاقة كامنة أقل من الطاقة اللي بيكون في المنطقة الأعلى، لأنه إيش عنده؟ هلا بتحرك، فالطاقة السكون عنده صفر خلص، لأنه هو إيش؟ بتحرك. لكن لما كان واقف على سطح الأرض فالطاقة الكامنة البوتنشال بتكون أعلى ما يمكن، لكن لما يصير في المي فهو عنده ما عندهش طاقة كاملة، لأنه في حركة دائمة، حيظل يتحرك، فما فيش عنده كمون البوتنشال إنرجي. فهاي الطريقة إنه إحنا عنا حولنا الطاقة من أشكال متعددة. لما إحنا نكون قاعدين في مكاننا ما بنتحركش، هذه اسمها طاقة كامنة potential energy. لو قمنا وقفنا حولنا الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية تتحول الطاقة. لما بدنا نصعد على السلم بتتحول الطاقة الكاينتيك لأن بتكون موجودة داخل العضلات إلى طاقة كامنة عشان أوقف، وهيك تكون تحولت الطاقة من شكل إلى آخر. The laws of energy transformation. Thermodynamics is the study of energy transformation. الديناميكا الحرارية بتحول الطاقة، أو هي دراسة تحولات، علم بيختص بدراسة تحولات الطاقة. في عندي أنا a closed system، أنظمة الطاقة، ممكن إنه يكون في عندي أنا نظام مغلق، ممكن يكون في عندي نظام مفتوح. مثال الكائنات الحية organisms are open system، مثال على الأنظمة المفتوحة. هنشوف إيش يعني closed system وإيش يعني open system.
The closed system, such as the approximated by liquid and thermos, is isolated from its surroundings. إنه أنا بدي أشوف النظام المغلق هذا عن طريق عندي مي بتكون موجودة داخل الترموس معزولة عن المحيط الخارجي، فهذا بسميه نظام مغلق. In an open system, energy and matter can be transferred between the system and its surroundings. النظام المفتوح هي الطاقة ممكن إنها تتحول مع المحيط اللي خارج معها، يعني المحيط اللي بيكون موجود، فهي بتتحرك الطاقة أو المادة مع الوسط المحيط فيها في تفاعل. الأورغانيزمز آر أوبن سيستم، نظام الكائن الحي هو نظام مفتوح. البيولوجيكال أوردر أند ديس أوردر، سيلز كريت أوردرد ستراكشرز فروم ليس أوردرد ماتيريالز. الخلايا بتعطي أوامر إلى من الأعلى إلى الأقل. كريت أوردرد ستراكشرز حتعطي أوامر من الأقل ordered materials. Organisms also replace ordered forms of matter and energy with less ordered forms. Energy flows into an ecosystem in the form of light and exists in form of heat. Cells create ordered structures from less ordered materials. إنه بتنشأ الخلايا زي ما قلنا من مركبات أقل منها، مثل مثلاً الأتومز. قلنا إنه الكائن الحي بتكون من إيش أصله؟ ذرة. الذرة مجموعة من الذرات تتحد مع بعضها، إيش تعطيني؟ مولوكيول. مجموعة من المولوكيول إيش حتعطيني؟ حتعطيني أورجان. الأورجان مجموعة منه إيش حيعطيني؟ وإلى آخره. إذن من إيش بتنشأ الخلايا؟ تنشأ الخلايا من مواد أقل منها. الأورغانيزمز also replace ordered forms of matter and energy with less ordered forms. بتحل الكائنات الحية محل الأشكال المرتبة من المادة والطاقة بأشكال أقل ترتيبا. بتكون في عندي الكائنات المرتبة من أقل إلى الأعلى، اللي هي الجزيئات اللي احنا بنتكلم عنها، عبارة عن ايش؟ مثلا لما بدنا نتكلم على الكائن الحي كله، عبارة عن ايش؟ عبارة عن مجموعة من الـ من الـ من الـ اللهم صل على سيدنا محمد. الكائن الحي الهول بادي او الجسم الكامل عبارة عن ايش؟ عبارة عن أنظمة، مجموعة من الأنظمة أو أجهزة، مجموعة من الأجهزة زي الجهاز البولي، الجهاز التنفسي، عبارة عن مجموعة من الأجهزة. الأجهزة عبارة عن إيش؟ عبارة عن مجموعة من الأعضاء بتتحد مع بعضها بتعطيني جهاز. الأعضاء عبارة عن إيش؟ عبارة عن تشو، نسيج، وهكذا. يعني إنه الترتيب الكائن الحي بيكون من الأقل إلى الأكثر، أو من الأكثر إنه بيتدرج إلى الأقل منه. Energy flows into an ecosystem in the form of light and exists in the form of heat. تتدفق الطاقة إلى نظام بيعطي على شكل ضوء وبتخرج منه إيش؟ الحرارة. The evolution of more complex organisms does not violate the second law of thermodynamics. لا ينتهك تطور الكائنات الأكثر تعقيد، اللي هو هذا بنقول عنه القانون الثاني للديناميكا الحرارية. Entropy disorder may decrease in an organism, but the universe totally entropy increases. بينخفض الاضطراب داخل الكائن الحي، لكن داخل الكون إيش بيصير للاضطراب؟ إنه بيزيد، increases. المفهوم اللي هو 8-2
The free energy change of a reaction tells us whether or not the reaction occurs spontaneously. التفاعلات اللي بتحدث داخل جسم الكائن الحي هي تفاعلات ممكن احنا نعرفها اذا كانت هي تلقائية او غير تلقائية. البيولوجيستس want to know which reactions occur spontaneously and which require input of energy. العلماء بدهم يعرفوا انه اي التفاعلات انها حتحدث تلقائية او اي منها انها حتضيف لها طاقة. To do so they need to determine energy changes that occur in chemical reactions. هم بيحتاجوها علشان يحسبوا التغيرات اللي بتحدث داخل جسم الكائن الحي، عشان يحسبوا التفاعلات الكيميائية اللي بتحدث داخل الكائن الحي. Free energy change delta G بنسميها delta G. A living system's free energy is energy that can do work when temperature and pressure are uniform as in living cell. As in living in a living cell. نظام اللي هي الطاقة الحرة ممكن إنها إنه الطاقة الحرة لنظام بيرمز بالرمز جي. الطاقة الحرة هي جزء من طاقة النظام اللي يمكن أن تؤدي لعمل عندما يكون درجة الحرارة والضغط موحدة في جميع أنحاء النظام كما هو الحال في الخلية الحية. Free energy, stability and equilibrium. الطاقة الحرة والاستقرار والتوازن. Free energy is a measure of a system's instability. It is tendency to change a more stable state. الطاقة الحرة هي مقياس لعدم استقرار النظام وميله إلى التغيير. For example, على سبيل المثال مثلا عندي a drop of concentrated dye is less than stable than when the dye is spread randomly through the liquid. مثلا أنا عندي قطرة من الصبغ بدي أحطها في مي مثلا، فإيش رح يصير في عندها؟ إنه حيكون حركة الصبغ المركزة حتكون أقل استقرار عندما تنتشر الصبغة عشوائيا داخل هذا السائل. During a spontaneous change, free energy decrease. لما يصير في عندي أنا تغير تلقائي فإيش رح يصير للطاقة الحرة؟ حتتناقص. And stability of a system increases. واستقرار النظام رح يصير له زيادة، حيزيد في الاستقرارية. Equilibrium اللي هو التوازن is a state of maximum stability. حيكون أنا عندي خلاص في استقرار أعلى ما يكون، خلاص equilibrium مرحلة التوازن هي مرحلة الاستقرار، حيكون التوازن هو حالة من الاستقرار القصوى. is a state of maximum stability، حالة من الاستقرار القصوى. a process is spontaneous and can perform work only when it is moving toward equilibrium. عملية عضوية تلقائية ويمكن تؤدي إلى العمل فقط عندما يتحرك نحو التوازن. هي عملية، هلأ حنشوفها بالضبط كيف راح تصير. مثلا أنا عندي هون more free energy higher. لما يكون في موجود قلنا الشخص على السطح إيش بيكون عندي؟ potential طاقة كامنة، فبتكون عنده more free energy higher G. less stable أقل استقرارية. greater work capacity بحتاج إلى عمل أكتر أو ساعة العمل بتكون كتيرة. in spontaneous change the free energy of the system decreases. إنه تغيرت الحالة الاستقرارية لإله. كان عندي أنا في الحالة التلقائية إنه تغير من الوضع الساكن إلى إيش؟ إنه بده يتحرك، بده ينط ويقفز، فإيش راح تكون في الفري إنرجي؟ حتتناقص. The system becomes more stable. حالة
النظام إيش راح تكون أكثر استقرارية. The release the free energy can be harnessed to do work. الطاقة اللي حتطلع منه حتشجعه على إنه يعمل العمل، إنه ينط أو يقفز. هلأ لما هو قفز وصار في الماء، إيش راح يصير في الماء؟ إيش راح يصير في الوضع؟ less free energy لورجي. لما كنا في كانت الطاقة الكامنة موجودة عالية، وهذا الحالة بتنطبق على الثلاث رسمات اللي إحنا عنا، على الغواص وعلى حالة الديفيوجن الانتشار وعلى الكيميكال رياكشن التفاعلات الكيميائية. إيش راح يصير في الطاقة؟ راح يصير في الطاقة less free energy lower، حتقل الطاقة، حيصير more stable أكثر استقرارية، less work capacity حتكون سعة العمل إيش مالها أقل، less work capacity. هذه الحالة اللي هي على الغواص وعلى الجزيئات، حركة الجزيئات وعلى المولوكيول. حركة الجزيئات أو الديفيوجن تنتشر، مثلا قطرة من الصبغة انتشرت من مكان التركيز المرتفع إلى مكان التركيز المنخفض، فلغاية لما نوصل لحالة الإكوليبريم، لحالة الاتزان، إنه كل صبغة حتنتشر في الجو. مثلا لو رشينا ريحة ديفيوجن الانتشار في الجو لغاية لما أوصل لحالة الإكوليبريم التوازن، أو لو حطينا صبغة في الماء بينطبق عليها. مثلا في البداية أو حركة الجزيئات إيش حتكون؟ عندها طاقة كامنة more free energy higher عالية، less stable أقل استقرارية greater work capacity، حيكون عندها سعة للعمل. لما بتنتشر هذه الجزيئات المولكيولز، مثلا حطيت نقطة في سائل الماء أو صبغة في الماء، إيش اللي راح يصير؟ الطاقة الكامنة اللي كانت موجودة إيش راح تتحول من طاقة كامنة إلى طاقة حركة، حتنتشر، حيصير في عندي الطاقة الكامنة إيش مال حتقل، less free energy lower حتقل الجي، more stable حتصير أكثر استقرار. ليش؟ لأنه حتنتشر الجزيئات من منطقة التركيز المنخفض المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض لغاية لما نوصل لمرحلة التوازن الاستقرار، فهيكون more stable less work capacity، خلاص مش راح يحتاج إلى إنه يعمل سعة في العمل. المولوكيولز الكيميكال رياكشن أو التفاعلات الكيميائية اللي بتكون عندي، مثلا نفس الإشي، عندي جزيئات بدي أنا أكسر هذه الجزيئات. هلأ الجزيئات بتكون عندها more free energy higher، الطاقة بتكون عالية كامن، وless stable أقل استقرار، greater work capacity في إله القدرة على إنه سعى للعمل. لما بتتكسر هذه الجزيئات إيش راح يصير؟ حتتحول الطاقة الكامنة إلى طاقة حركة، كسرنا هذه الجزيئات، less free energy lower G، حيكون عندي الطاقة الكامنة أقل، more stable أكثر استقرار، less work capacity أقل سعة. free energy and metabolism the concept of free energy can be applied to the chemistry of life's process. لازم نفهم إحنا الإنرجي لأنها حتساعدنا في دراسة العمليات الكيميائية. بنكتفي لعند هون ونشوف الفيديو الجاي إن شاء الله باقي الشابتر. شكرا لكم ولحسن استماعكم.